مساء الخير أحبائي وأعزائي، أهلا بك معانا في كل لحظة. أهلا بك مع قناتكم، قناة الملكة والأمير. الحقيقة الطلب شديد الأهمية، وهو القبض على القس زكريا بطرس لما أساء إلى الإخوة المسلمين وإلى رسول الإسلام. من هو زكريا بطرس؟ هو قمص مسيحي أرثوذكسي، ولد سنة 1934، واترشم كاهن في شبين القوم، واتنقل إلى طنطا، ورجع إلى كنيسة ماري مرقص في القاهرة، وعمل أو رشموه كاهن في استراليا سنة 92، ورجع إلى مصر، وبعد كده راح إلى إنجلترا ودرس في كلية الآداب وحصل منها على ليسانس التاريخ. أثر في تكوين شخصيته واتجاهه ورث عن أخيه إنجيله الذي أصبح إنجيل بطرس أو زكريا بطرس. فيما بعد أعطته مجلة وورلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008، وصفته صاحبة الإنسان الجديد بعدو الإسلام رقم واحد، ووضع تنظيم القاعدة مكافأة حوالي 60 مليون دولار لمن اتخلص منه. أصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية في 2003، والتي تعمل على انتقاد الإسلام. الحقيقة مما وبيعتبروا المسلمين انه اصبح اسمه معروف زي ما قلنا بعد ظهوره في برنامج قناة الحياة الفضائية والتي تعمل على انتقاد الإسلام ورسول الإسلام بأسلوب يعتبر المسلمون اسلوبا تهجميا غير لائق، اثار الكثير من الجدل ولم يرد الكثير من المطلعين، مما ادى الى تناول موضوعه في بعض البرامج الاجتماعيه، كما حظيت باهتمام وتغطيه من قنوات عالميه. وفي يوليو 2010 ابلغت منظمه جويس ماير التبشيريه، وهي منظمة تبشيرية أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة، وأبلغت قناة البي بي سي عربي أنها ستوقف بث برامج زكريا بطرس في رسالة جاء فيها إن وسيط المنظمة في الشرق الأوسط أبلغ بأن قناة الحياة التبشيرية قد قررت التوقف عن بث برامج القمص زكريا بطرس، وإن هذا الشهر هو الشهر الأخير لبرامجه على شاشة القناة. جاءت رسالة منظمة جويس ماير إلى تلفزيون البي بي سي عربي في إطار إعداد القناة لفيلم وثائقي عن المتنصرين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوثائقي، وقد سعي فريق البرنامج إلى لقاء المسؤولون في قناة الحياة التي تعمل في سرية تامة، وتحيط العاملين بها بإجراءات أمنية مشددة ليستفسر منهم عن تفاصيل أسباب إيقاف برامج زكريا بطرس، غير أن الرد على كل محاولات الفريق كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولون عن القناة، متحججين بأن ذلك راجع لأسباب أمنية. ومن ثم توجه فريق عمل البرامج أو برنامج إلى منظمة جويس ماير لعلاقة الشراكة الموجودة بينه وبين قناة الحياة. قام في إبريل 2011 بإطلاق قناة جديدة باسم قناة الفادي تبث في أمريكا الشمالية، وهي تبث الآن في الشرق الأوسط. ردود إخوتنا وأفعال إخوتنا المسلمين أدى أسلوب القمص إلى خلق سخط عام من قبل المسلمين وكثير من المسيحيين،
مما حدا ببعض الأساقفة إلى التحذير منهم، وفي تصريح البابا شنودة الثالث بأن أسلوب القس زكريا بطرس غير مرضي، وأن مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الإسلام وحسب، وإنما بمفهوم للخلاص واعتقاده في الخلاص في لحظة. كل ذلك أثر على هذا. أدى أسلوب القمص في حوار الآخر إلى عرض مجموعة من المثقفين وطلبة العلم المسلمين الرد على القمص، وآخرون قرروا أن يتجاهلوا ما يقولوا. ومن أبرز ما قام بالرد عليه الكاتب المصري أبو إسلام أحمد عبد الله والدكتور إبراهيم عوض ومصطفى ثابت ومحمود القعود والدكتور عبد الله البدر، كما دعا بعض هؤلاء القمص إلى مناظرة مفتوحة بمكان محايد كالإذاعة أو التلفزيون أو بالتوكشو، ومنهم الشيخ وسام عبد الله وخالد الجندي الذي يتهم زكريا بطرس بالتهرب من المناظرة، مما جعله يصرح في حوار له مع العربية أنه مستعد لهذه المناظرة على أن تكون في مصر. رفض بطرس بعض المناظرات. قام أبو إسلام أحمد عبد الله بدعوة زكريا بطرس لمناظرة على أن تكون في مصر، وألا يخطئ بطرس في حق الإسلام، إلا أنه رفض مبررا وذلك لأسباب أمنية. مطالبات بإسقاط جنسيته. قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم إنذار لرئيس الوزراء السابق أو الأسبق أحمد نظيف ورئي وزير الداخلية السابق والأسبق حبيب العبدي والبابا شنودة مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس لإخلال بطرس باستقرار وأمن مصر في الداخل والخارج، واعتبر أن إهانة الإسلام ورسولة الإسلام كان خيانة العظمى، وقال إنه إذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الإنذار سيقوم باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه. طلبات للقبض علي عن طريق الإنتربول. ماذا حدث؟ قاضي محامي مصري رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والخارجية والإعلام والنائب العام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس مطالبا رئيس الجمهورية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي يصدر منها بث قناته وطرد سفير هذه الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها، وطالب وزير الداخلية بتكليف الانتربول الدولي بالقبض على بطرس وترحيله إلى مصر لمحاكمته، كما طالب وزير الإعلام أيضا أن يصدر أمر بمنع بث قناته وبسبب الإساءة. دعا تنظيم القاعدة إلى قتل زكريا بطرس واضعا على رأسه مبلغ 60 مليون دولار. إلغاء محاضرة فيينا. كان سيقيم محاضرة بفيينا يوم الخميس 6 مايو 2010 ولكن ألغي المؤتمر بعد أن وصلت التهديدات الإسلامية كثيرة بالعمق. هذه المحاضرة كانت من المفترض أن تكون أول ظهور عام له في أوروبا. سابقا ورصدت القاعدة مبلغ بقدر 60 مليون دولار لمن يقتل. أحبائي وأعزائي، سوف نودي لكم كل ما هو جديد. أشكركم على محبتكم وعلى استماعكم لهذا الفيديو، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس واحد أمين. الإعلان من قناة الملكة والأمير حصريا. مصر الأزهر الشريف يصدر فتوى حول ديانة الطفل يوسف شنودة. ماذا بعد؟ بعد الجدل الذي أثير في أوساط الشارع المصري، أصدر الأزهر الشريف فتوى حول ديانة طفل لقيط قامت أسرة مسيحية بتبنيه بعد العثور عليه أمام إحدى الكنائس المصرية بشمال العاصمة القاهرة. وفي منشور على الفيسبوك قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
ورد سؤال إلى مركز الأزهر رد جميل، وهو العالمي عن ديانة الطفل الذي عسر عليه داخل إحدى الكنائس، والجواب كان هو هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده، هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم، وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة، الهداية في شرح بداية المبتدأ. الجميل الأم أمال بتقول سموا شنودة يوسف مش صدفة لأن قصتهم متشابهة. بعد أن خرجت شتوى من الأزهر الشريف ومفاداة أن الطفل الذي وجد في كنيسة أو مكان أهل الذمة فهو منهم، وهذا اعتراف صريح وأن الطفل شنودة والذي وجد في الكنيسة مسيحي، فمن حق أسرته التي تتكفل بتربيته أن يعود إليها. وفي لقاء للسيدة أمال وزوجها والمستشار نجيب جبرائيل مع موقف وتحيا مصر قدمت خلاله الشكر لله، وأكدت أنها كانت تعلم أن ابنها سيعود لأن الغير مستطاع عند الناس ومستطاع عند الله، وأوضحت أن تسميه شنودة يوسف من الصدفة ده بإذن من ربنا لأن يوسف إخوته رموه في البير وباعوه واتسجن ظلم، لكن ربنا وقف معاه وأصبح الرجل الثاني في مصر. وقصة يوسف بتشبه قصة شنودة، هم لما غيروا الاسم كان قصدهم حاجة لكن ربنا اختار اسم يعبر عن شنودة، وعند سؤالها عن ما قاموا بالتبليغ عنهم رددت أنا مسامحاهم وربنا يسامحهم وما يحرمش أي طفل من عيلته شنودة ما كانش يقدر يبعد عني خالص. الخبر بقى المحزن جدا والمؤلم جدا أيضا، ما هو الخبر؟ وهو فيديو المحامي كرم غبريال عن مزاعم مريم يوسف تكذب وتستحق العقوبة لنشر بيانات ومعلومة مغلوطة. علق الأستاذ كرم غبريال محامي أسرة الطفل شنودة على مزاعم مريم يوسف قريبة الأستاذ صاروخ فوزي بولس والد الطفل بالتبني، وقال غبريال لكاميرا موقع الأقباط تحيون ظهرت فيديو وأدلت به بتصريحات تحوي كلام مرسل ومغلوط ومعظمه مزور، وقال الكلام اللي قالته في الفيديو والاتهامات الخطيرة تكدر الأمن العام، نشرت بيانات ومعلومات مغلوطة تستحق وتستوجب العقوبة، لو هي من الصادقين كانت اتقدمت بالأمس إلى مكتب النائم العام أو تتقدم بإضافة أقوال في محضرها رقم 4600 لسنة 2020 إداري الشرعية. طيب إيه اللي يحصل بعد كده؟ وهذا الكلام الذي أحزن الكثيرون من هذه الإنسانة التي دلست وأعلنت بأخبار مغزية وأخبار غير حقيقية، وبالرغم من كل ذلك إلا أن الجدل حول أحقية الأبوين بعودة الطفل شنودة وديانة الطفل بعد التدخل الأزهر، كل هذه القصة التي أثرناها ونقشناها. أما بالنسبة للطفل شنودة فاروق فوزي وعاش معه كعائلة واحدة مدة 4 سنوات قبل أن تقدم ابنة أخت الزوج شكوى إلى مكتب النائب العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل اختطفه الزوجان وليس ابنهما، وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي وثبت بالفعل أنه غير مرتبط بهم بيولوجيا قرر مكتب المدعى العام المصري وضعه في دار أيتام باعتباره غير مؤهل وتغيير اسمه إلى يوسف، ولم يتخذ الادعاء ضد إجراء ضد أي الزوجين. وبحسب والدة الطفل فإنها سجلت الطفل باسم زوجها واسمها في شهادة ميلاد رسمية بعد أن ذكرت أنه ابنها، مضيفة أنها لا تدري أنها خالفت أي قوانين، وقالت أنا أعرف فقط أني ربيت الطفل 4 سنوات في حضني بكل المحبة وكل الحب. وضعت السلطات المصرية يدها على الطفل بحكم قضائي صدر منذ عام، وأودعته أحد دور الرعاية وذلك بعد عدم الاستدلال على أهله، وأصدرت شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد وهو يوسف ودين جديد وهو الإسلام،
وكان محامي نجيب جبرائيل وهو محامي السيدة أمال قال للبي بي سي أن الإجراء الذي اتخذته السلطات المصرية ليس صحيحا، لأنه من يعثر عليه في داره عبادة يكون مسيحيا يصبح مسيحيا بالتبعية. وأوضح أن فقهاء المسلمين قالوا بذلك مضيفا أنه تقدم بطعن على قرارات السلطات بنزع الطفل من هذه الأسرة. من جهته يقول أبو هشام القاضي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن الأطفال مجهول النسب والذي يعثر عليهم في أي مكان يوضعون بدار الرعاية وطبقا للقانون ويصبحون مسلمين. وكانت الكنيسة تتيح التبني للأسرة المسيحية قبل أن يغير البابا شنودة بطريرك القبطية القرزية بطريرك الكنيسة القبطية القرزية السابق اللوائح لتنضوي تحت قانون الأحوال الشخصية في عام 2008. وحكم المحكمة الإدارية بعد 6 أشهر من المداولات قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أن إعلان عدم اختصاصها بنزع القضية المعروفة إعلاميا باسم قصة أو قضية الطفل شنودة، وذلك بعد عدة جلسات دامت ما يزيد على 6 أشهر استمعت فيها إلى أطراف القضية وعلى رأسها أسرة الطفل بالتبني. الأزهر يتدخل على خط الأزمة، لم يتدخل الأزهر بشكل مباشر بالقضية ولكنه نشر عبر صفحاته الرسمية لمركز الفتاوي إجابة على سؤال استفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس، وكانت إجابة الأزهر أنه الطفل من وجد أن يحسم الجدل والفقه حول الديانة أنه مجهول النسب دون أن يسقط تحديدا الطفل شنودة أنه أصبح بذلك مسيحيا. كل الشكر وكل التقدير ليكم، ولكن ما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المغردين الداعين إلى عودة الطفل شنودة إلى أبويه. فقاد سيمون سامي حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم والدي الطفل شنودة داعين إلى عودة الطفل لوالديه الذين أشرف على تربيته منذ 4 أعوام، وردا على سؤال أو رد سؤال إلى المركز العالمي للفتوى والاستفسار عن ديانة الطفل شنودة الذي حصل عليه داخل إحدى الكنائس، والجواب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الإسلام وإله أنه أعتبر الطفل شنودة بعد كل هذه المداولات فهو مسيحي. وبعد كل ذلك لا ننسى ولا نقول لا ننسى أبدا أننا نقول لكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، يا رب يجعل هذا الشهر بالنسبة لهم شهرا كريما على جميع المصريين ويبعد عنا الغلاء والوباء. وباسمي أنا كصحابي وإعلامي مسيحي أقول كل عام وأنتم بخير ويا رب يجعله شهر كريم عليكم ودايما في اطمئنان وسلام. نشكر ربنا على كل حال، يا رب تكونوا بخير وأسعد حال، وإن شاء الله شنودة يرجع، إن شاء الله شنودة يرجع، إن شاء الله شنودة يرجع.